بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نحاول نشرح في هذا الفيديو طريقة التسجيل في المنصة الرقمية الخاصة بشهادة إثبات الاحترام. طبعا يقصد شهادة إثبات الاحترام هي وثيقة مطلوبة في كل ملف استيراد موجه لإعادة البيع على الحالة، يعني للمواد الأولية والسلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة. طبعا رابط المنصة هو rispi.commerce.gov.dz، وأول ما ندخل للرابط راح يكون أمامنا هذا الإعلان. الإعلان مفاده أنه جميع المتعاملين الاقتصاديين، يعني اللي راهم عندهم شهادات احترام سارية المفعول، يعني بالشهادة احترام يعني من قبل تاريخ 5 نوفمبر تاريخ إطلاق المنصة، هم مدعوون إلى تجديد هذه الشهادات بالصيغة الجديدة قبل 20 ديسمبر 2023. وش هو المطلوب منهم؟ المطلوب هو الدخول إلى رابط المنصة الجديد هذا، الحصول على حساب مستخدم يعني التسجيل بالمنصة، ثم إيداع الطلب إلكترونيا. إيداع الطلب الإلكتروني يعني الملف راح نطرقه له في الفيديو الثاني بكيفية إيداع الطلب. أما في هذه الحالة، بمجرد ما نحصل على حساب ونودع الطلب إلكترونيا راح يتم معالجته، وعلى حساب المديرية الولائية للتجارة وترقية الصادرات التي يتبع لها المتعامل الاقتصادي، ويحصل على شهادة احترام جديدة فيها رمز الاستجابة السريعة لوكود كيير، وفيها مرجع جديد وتاريخ صلاحية، سواء إذا كان جديدة لمدة سنتين أو إذا كانت سارية المفعول راح تكون فيها المدة نفسها الموضوعة في الشهادة القديمة، وإذا كانت في نشاطات منظمة طبعا فيها مدة تتبع الاعتماد أو الرخصة الممنوحة من القطاع. طبعا هذا الإعلان مهم جدا نطلع عليه. نمر مباشرة لعملية يعني المنصة، الواجهة تاع المنصة راح تلقاو فيها دليل عن كيفية التسجيل، بعض المعطيات الخاصة بالمنصة هذه، ومهم جدا أن نعرف مدونة النشاطات الاقتصادية الخاصة بنشاط الاستيراد لإعادة البيع الحالة، ما هي المراحل الواجب تتبعها من أجل التسجيل. طبعا رابط لمباشرة التسجيل لهنايا، من هم المعنيون بهذه المنصة، كاين فضاء للمستورد، وكاين قسم المديريات اللي راح تعالج الطلبات عبر الخط، كاين فضاء للبنوك من أجل توثيق هذه الوثائق مباشرة، يعني بدون الحاجة إلى النسخة الورقية السابقة، المفتشيات على مستوى الحدود بالنسبة للتجارة طبعا راح يعينوا صلاحية هذه الوثيقة، هذه شبكة المستخدمين، وبعض الأسئلة الشائعة اللي يطرحها كل متعامل اقتصادي. نجي مباشرة لكيفية إنشاء حساب على المنصة، نضغط على زر إنشاء حساب. الحساب المرة هذه مرتبط آليا يعني بالمنصة تاع سجل تجاري سجلكم، بمجرد ما نضع رقم السجل التجاري وتاريخ أول تسجيل في السجل التجاري نفس الشيء اللي كان معقول به في المنصة تاع الاستيراد، لهنايا راح نجوز للمرحلة الثانية من التسجيل. طبعا أنا لهنايا عندي سجل تجاري راح ندير به عملية تيست يعني للتسجيل، إذا كان رقم السجل التجاري غير متطابق مع تاريخ أول تسجيل ماكش راح تقدر تسجل، يعني تجوز للمرحلة الثانية. وإذا كان رقم السجل التجاري فيه خطأ في الكتابة لازم يكون من الشكل كما الآن، هنا كتبنا 99 دي هو تاريخ إنشاء تاع السجل، بي الحرف بي ماجيسكيل، ومن بعدها كاين انشان دو كاركتر يعني 7 ارقام، ثم تيري دو سيس، كاين نوع السجل يعني سجل اولي ثانوي دوبل 00102 سلاش رقم الولايه. دونك هاد لا سينتاكس لازمنا ريسبكتيوها في رقم السجل التجاري، ونفس الشيء نوضعوا معاها تاريخ اول تسجيل. نعاود نذكر بعنايه، اول تاريخ اول تسجيل في السجل التجاري، يعني ماهوش تاريخ التعديل أو شيء أي آخر، هو لا دات دي ماتريكيلاسيون، لا دات دو بريمير إيماتريكيلاسيون. مباشرة راح تكون عندي هذه الواجهة إنشاء حساب جديد.
أول خانة اللي هي رقم التعريف الجبائي، ما تنساوش باللي رقم التعريف الجبائي كل متعامل عنده لاكارت دي ماتريكيلاسيون تاع النيف اللي راح يحطها لنا لهنايا، اللي راح يجوانتيها في لافا، دونك يحط لنا رقم التعريف الجبائي تاعو لو نيف. على سبيل المثال انا راني نحط مثال فقط، اسم ولقب المسير باللغة العربية، لأن هذه الخانة راح تظهر في النسخة النهائية من شهادة الاحترام. يعني ما تخطأش لهنايا في اسم ولقب المسير، لأنه راح تخرج في الامبريمي تاع شهادة الاحترام. إذا أنا لهنايا نكتب الاسم واللقب تاع المسير اللي راح تظهر في شهادة الاحترام. طبعا لهنايا راح نحط تاريخ وازدياد المسير نفس الشيء، لأنه هذا راح يظهر في النسخة النهائية. مكان ازدياد المسير على سبيل المثال أنا راح نكتب الجزائر. البريد الإلكتروني مهم جدا، تحط بريد إلكتروني سليم وصحيح حتى يسهل التواصل معكم إلكترونيا في حالة حضور خطأ، في حالة أي يعني استفسارات أو شيء آخر. طبعا أنا راح ندير بريد إلكتروني موني ميل أروباس كوميرس دوت كوم دوت دي زد على سبيل المثال. رقم الهاتف باش نوضح للإخوة المتعاملين الاقتصاديين، رقم الهاتف بدون فراغات، مجرد أرقام، يعني فيه 10 أرقام. إذا راح أنت الرقم تاعك 077 مثلا، 0777 77 77 77، الرقم تاعك هنا يكون فيه لهنايا تاع الشركة المانحة، ولهنايا كاين 6 أرقام. يعني ما دير فراغات، ما تحط تيري، ما دير والو، لازم يكون بهذا الشكل. الرمز السري راح تحدد انت رمز سري خاص بالولوج للحساب تاعك مرة ثانية. انا ندير لهنايا الموت باس. طبعا نعاود نأكد تأكيد الرقم السري جميع الخانات اللي هنايا، باش نتفقوا باللي الخانات راهي كامل إجبارية، يعني ما كانش خانة راح تخليها. وآخر آخر ملفين لازمني إجباريا نحطهم في التسجيل، اللي هو نسخة من السجل التجاري الإلكتروني تكون مسكانيه بصيغة PDF والحجم تاعه ما يتجاوزش 1 ميجا بايت، نسخة من سجل تجاري هي ورقة واحدة. وثانيا هي نسخة من بطاقة التعريف الجبائي، يعني لا كارت دي ماتريكيلاسيون تاع النيف. دونك تسكاني هاد لو فيشي فورما PDF، وتسكاني لا كارت نيف فورما PDF، وتجوانتيهم لهنايا. مهم ان نوضح انه ماشي راح يقبل الفورميلار لي فورما ايماج، لي زوتر فورما دوك، لي فورما زيب. لازم هاد النسختين يكونوا بصيغة PDF وما تتجاوزش حجم 1 ميجا بايت، لانه الملفين صغيرين. طبعا عندكم دليل المستخدم اللي هو فيديو، راح يكون ان شاء الله فيديو شامل. الفيديو الاول هذا حطينا فيه فقط طريقة تسجيل والحصول على حساب. الفيديو الثاني راح يكون فيه كيفية إيداع الطلب الإلكتروني، وبإذن الله نتبعه بالمرحلة الثالثة اللي هي كيفية إدارة حسابكم داخل المنصة، يعني وين راح نعاين طلباتي، وين راح ندير طلب جديد، وين راح نعاين شهادة الاحترام، وين راح نعاين مقررات السحب إن وجدت، الاستفسارات والتواصل مع الإدارة، فضاء الإشعارات راح نطرق ليه في فيديو لاحق بإذن الله. هنا كاين رابط لمنصة طلبات الاستيراد، لأنه شهادة الاحترام هذه احنا نطلبوها، ولا المتعامل اللي يطلبها، لأنه راح يدير بها طلب استيراد موجه لإعادة البيع للحالة. بمجرد ما تكمل المراحل هذو تضغط على زر المتابعة، ويكون الخانات كامل مملوئين يعني بالشكل اللازم بدون أخطاء، رايح توجه إلى فضاء وين نلقاو تسجيل الدخول، يعني راح يديك مباشرة تسجيل الدخول اللي أنت ملزم باش تحط رقم السجل التجاري تاعك بالصيغة اللي ذكرتها من قبل، وهذا الرقم السري اللي ما لازمش تنساه، اللي هو الرمز السري اللي راح تدخل به للحساب تاعك. في المرحلة الأولى هذه كيفية الحصول على الحساب نتوقف لهنايا، وراح إن شاء الله نروحوا في الفيديو الثاني تشوفوا كيفية الولوج لحسابكم وكيفية إيداع
طلب شهادة الاحترام إلكترونيا.